تبدو هذه الفطائر وكأنها خرجت للتو من الفرن، لكنها نماذج بلاستيكية غير صالحة للأكل. لقد حولت الفرنسية ستيفاني كيلغاست نماذج بلاستيكية مصغرة من الفطائر إلى مهنة. إنها تصنع نماذج مطابقة للمواد الغذائية. أنا أحب الأكل جدا، وهذا ما جعلني أصنع نماذج لمواد غذائية وليس لقطع أثاث. أحب الجانب الجمالي في هذه المواد وأستمتع بصنع نماذج مصغرة منها. تعيش الفرنسية التي درست الهندسة المعمارية منذ 3 أعوام من عائدات نماذجها المصغرة، وانشغالها بالأكل تحديدا ليس وليد الصدفة. العمل والانشغال بالمواد الغذائية سهل، الألوان مهمة جدا بالنسبة إلي. أنا من عشاق لوحات كاندينسكي وغيره ممن أبدع في التعامل مع الألوان. هذه هي طريقة صنع الفواكه. الفنانة الفرنسية تعجن الألوان المختلفة ثم تقطعها إلى شرائح صغيرة فينشأ عمل فني. هناك طريقة أخرى تجعل الفطائر تبدو حقيقية، وهي استخدام طباشير الباستيل. وقد بدأ شغفها بنماذج الطعام المصغر في طفولتها، حيث كانت تجهز وجبات صغيرة للدمى التي تلعب بها. كل الناس تقريبا يجدون النماذج الصغيرة شيئا مثيرا، وبالإمكان فهم العالم بشكل أفضل إذا رأيناه في صورة مصغرة. أنا أرى أن هذا أمر إنساني بحت، وبإمكاننا أن نغلف العالم ونحمله في جيبنا. تستلهم الفنانة ذات 26 عاما أفكارها من كتب الطبخ، ولديها مجموعة كبيرة تضم كتبا بالألمانية والفنلندية والإنجليزية. تعيش ستيفاني كيلغاست وتعمل في فان، وهي مدينة ساحلية، وتستلهم أفكارها من هذا المخبز أو من الأسواق. أريد أن أضفي مزيدا من الأهمية إلى مضمون أعمالي، وأريد أن أجعلها أكثر إثارة. أريد أن يعرض ذلك في المدينة ويقدم في قالب مرح. وحتى يتسنى لها ذلك ستواصل صنع نماذج المخبوزات، فمجموعتها لا ينبغي أن تنقصها هذه القطعة الفرنسية الكلاسيكية. تبيع ستيفاني كيلغاست أكثر من 100 أنموذج في الشهر عبر موقعها الإلكتروني، وتعتبر الحلوى أشهر مبيعاتها، وبلغ سعر أغلى أنموذج باعته 450 يورو. تصنع ستيفاني كيلغاست نماذج للحلي أيضا، وتلقى إقبالا على نحو جيد. لا يوجد كثيرون ممن يستطيعون عمل نماذج مصغرة للأطعمة مثلي، أو هناك البعض، لكنهم لا يجيدون ذلك مثلي. فأعمالي متقنة إلى الدرجة أنك لا تلاحظ أنها أعمال فنية. يتراوح سعر الحلي بين 10 و40 يورو. تبيع ستيفاني كيلغاست منتجاتها عبر الإنترنت أو متاجر مختارة، ولها زبائن من أوروبا وأمريكا واليابان وأستراليا. تشعر ستيفاني كيلغاست بالاسترخاء في قلب مدينتها. الانشغال الدائم بالطعام يفتح شهيتها، فتأكل ما لذ وطاب من الأطعمة الحقيقية.